بصبح عليك يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم. صباح الخير على كل مشاهدينا، مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان، من مقر النادي الاهلي فرع الجزيره متواجده معاكم لنقل طبعا اخر الاخبار سواء في كره القدم او الالعاب الاخرى. اول خبر معايا النهارده، الجهاز الطبي بيؤكد جاهزيه خالد عبد الفتاح. دكتور احمد جبالله طبيب الفريق الاول قال ان خالد عبد الفتاح لاعب الفريق جاهز من الناحيه الطبيه للمشاركه مع الفريق في المباريات الرسميه وفقا طبعا لرؤيه الجهاز الفني، وأشار كمان أنه تواجد في التدريبات الجماعية الفترة الماضية ولكن بشكل تحفظي، وتم تأجيل قرار مشاركته في المباريات الرسمية للإطمئنان طبعا بشكل أكبر على جاهزيته بشكل تام. كمان عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مهمة جدا مع الدكتور أحمد جبالله طبيب الفريق، مع وجود طبعا خالد بيبو مدير الكرة، للإطلاع على مستجدات الطبية وآخر المستجدات الطبية للاعبين اللي تعرضوا للإصابة خلال الفترة الماضية. أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي للإسكندرية اليوم لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته طبعا اليوم أمام الإسماعيلي من بطولة الدوري العام. هيبدأ طبعا تجمع الجماهير بداية من الساعة 11 الظهر أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، وهتتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية الساعة 12:30 ظهرا. يستوجب طبعا اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة إلى جانب الفان آي دي. كمان ممنوع إحضار أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء المباراة أو أثناء السفر أو خلال المباراة. فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2008 فاز على ضيفه مودرن فيوتشر بثلاثية نظيفة في المباراة اللي أقيمت بين الفريقين أمس السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية. كمان فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2006 حققوا فوز كبير على ضيفه نادي نصر للتصدير بخماسية نظيفة ضمن الجولة الأولى من بطولة منطقة القاهرة. طبعا خبر مهم جدا عن اهم بقى تصريحات ديفيز المدير الفني لفريق كره اليد رجال بعد التتويج بلقب بطوله افريقيا للانديه، وقال طبعا بعد التتويج فوز الفريق بهذا اللقب يمثل علامه فارقه خلال الموسم الحالي الذي سيشهد تحديات مهمه جدا، وقال كمان ان اللاعبين كانوا على قدر المسؤوليه وكان هناك التزام كبير بتعليمات الجهاز الفني، وعبر طبعا عن فخره وسعادته بامتلاك تشكيله مميزه من اللاعبين أصحاب الخبرة والشخصية القوية. وكمان يعني بنقول ألف مبروك أكيد لفريق كرة اليد رجال، يعني بطولة مهمة وغالية علينا كلنا. وكمان بتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي النهاردة أمام الإسماعيلي من بطولة الدوري العام، كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة. ودي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا النهاردة من النادي الأهلي فرع الجزيرة. بشكركم وعودة ليكم مرة تانية.